يعطيكم العافية طلاب وطالبات الصف العاشر. اليوم سوف نكمل الحديث عن الألكينات وعن الخصائص الفيزيائية والكيميائية للألكينات. أولا، الخصائص الفيزيائية للألكينات: تتشابه الألكينات مع الألكانات في الخواص الفيزيائية، فهي لا تذوب في الماء وإنما تذوب في مذيبات عضوية مثل البنزين، وكثافتها في الغالب أقل من كثافة الماء، وتزداد درجة غليانها بزيادة عدد ذرات الكربون في السلسلة الكربونية، والسوائل منها عادة لا لون لها، ولذلك يصعب التمييز بين الألكانات والألكينات بالعين المجردة. إذن أولا سوف نتكلم عن الخصائص الفيزيائية للألكينات. الخصائص الفيزيائية للألكانات تتشابه مع الخصائص الفيزيائية للألكانات، وأهم هاي الخصائص اللي لازم نعرفها عن الألكينات، أهم الخصائص الفيزيائية هي: أولا، لا تذوب الألكينات في الماء بل تذوب في مذيبات عضوية مثل البنزين. 2، كثافتها أقل من كثافة الماء. نعرف أنه الألكينات في معظم الأحيان كثافتها بتكون أقل من كثافة الماء. 3، تزداد درجة غليانها بزيادة عدد ذرات الكربون فيها. هاي أهم الخصائص الفيزيائية المطلوب نعرفها عن الألكينات. الآن سوف ننتقل للخصائص الكيميائية للألكينات. تتميز الألكينات عن الألكانات بنشاطها الكيميائي، حيث يعزى هذا النشاط إلى وجود الرابطة الثنائية التي تعد مصدراً مهماً للإلكترونات اللازمة للتفاعلات الكيميائية. ومن هذه التفاعلات في عنا نوعين من التفاعلات رح نحكي عنهم: تفاعل الاحتراق وتفاعل الإضافة. إذن بحكينا أنه الألكينات أنشط كيميائياً من الألكانات. نذكري إنه حكينا إحنا الألكانات سموها برافينات لأنها عندها خمول كيميائي، وفي عندها كثير خمول في معظم التفاعلات الكيميائية، لكن الألكينات أنشط كيميائياً من الألكان. لماذا؟ بسبب وجود الرابطة الثنائية. الرابطة الثنائية اللي هي بتعد مصدراً مهماً لوجود الإلكترونات اللازمة للتفاعلات الكيميائية، وأهم هاي التفاعلات تفاعل الاحتراق وتفاعل الإضافة. تفاعل الاحتراق حكينا عنه سابقا انه بتتفاعل المركبات بوجود كمية كافية من الاكسجين. اذا شو يعني تفاعل الاحتراق؟ يعني مركب يحترق بوجود الاكسجين. شو دائما نواتج الاحتراق بتكون؟ دائما عبارة عن غاز ثاني اكسيد الكربون وبخار الماء وطاقة. اذا تتفاعل الألكينات بوجود كمية كافية من الأكسجين منتجة غاز ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء وطاقة. إذن هاي النواتج دائما تبقى كما هي، ما بتتغير. في تفاعل احتراق دائما النواتج غاز ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء وطاقة. والمعادلة الآتية توضح احتراق الإيثين: في عنا إيثين C2H4 زائد أكسجين يعطينا CO2 H2O زائد طاقة. وننتبه كمان دائما النواتج زي ما هي، بس اللي رح يتغير عنا اللي هي موازنة المعادلة، وإحنا كنا ماخدينها برضو كيف نوازن المعادلة بالألكانات. نيجي بنتفرج على عدد ذرات الكربون، في عنا هون ذرتين كربون، لازم يكون بالنواتج عندي ذرتين كربون، فرح أضرب الـ CO2 باثنين عشان يصير عندي 2 كربون، هيك بكون وازنت الكربون. باجي على الهيدروجين، في عندي هون 4 ذرات هيدروجين بالمتفاعلات، لازم يكون عندي 4 بالنواتج. باجي بتطلع على الهيدروجين، في عندي 2، فبضرب الماء ب2 عشان يصير عندي 4 هيدروجين. ضل عنا الأكسجين، O2 هون أصلا هي 2 O2 لأنها. باجي على النواتج، بعد قديش في عندي O2؟ 2 ب2 4 و2 1 2، إذا عندي 6. كيف بدي أخلي هاي الـ O2 6؟ رح أضربها بـ3، 3 ب2 6، وهيك تصبح المعادلة موزونة. إذا دائما عند تفاعلات الاحتراق لازم أتأكد إنه المعادلة موزونة. ثانيا، تفاعلات الإضافة. شو يعني تفاعلات الإضافة؟ في عنا نوعين من تفاعلات الإضافة. أول نوع هو إضافة الهيدروجين، وثاني نوع إضافة الهالوجين. شو يعني إضافة هيدروجين؟ إضافة الهيدروجين يعني أنا بدي أضيف للألكين H2، وهذا التفاعل بنسميه تفاعل الهدرجة. أما إضافة الهالوجين هي نضيف للألكين
عناصر المجموعة السابعة اللي هم الهالوجينات اللي أخذناهم سابقا. الهالوجينات عناصر المجموعة السابعة اللي هم البروم والكلور والفلور واليود، هاي هي الهالوجينات. بدنا نضيفها هاي جميع هذه العناصر بدنا نضيفها للألكين، ورح ناخذ بالتفصيل عن كل تفاعل. أول إشي إضافة الهيدروجين، حكينا إضافة الهيدروجين بتحول فيه بهذا التفاعل بتحول الألكين إلى ألكان. طبعا لازم يكون في عندي عامل مساعد اللي هو الـ Ni أو الـ Bt، هدول العوامل المساعدة. خلينا نشوف كيف بتحول الألكين إلى ألكان. عندنا مثال البروبين، طبعا البروبين هو ألكين غير مشبع. البروبين ألكين غير مشبع، عنده إضافة الهيدروجين H2، هاي H وهي H، H2 نضيفها بندخله على الألكين اللي هو هون عندنا بروبين. كيف بده يدخل على البروبين؟ طبعا راح يروح عند الكربونات اللي عليه عند الرابطة الثنائية. شو بده يعمل الهيدروجين؟ راح يكسر الرابطة الثنائية بين الكربونات ويحولها إلى رابطة أحادية. كيف راح يكسر؟ لأنه راح هون نضيف لهاي الكربونة هيدروجينة ولهاي الكربونة هيدروجينة، إذا راح تتحول هاي تنكسر الرابطة الثنائية تتحول إلى مركب مشبع يحتوي على روابط جميعها أحادية، ما في عندنا راح يكون روابط ثنائية. إذا كمان مرة إضافة الهيدروجين، يعني بنضيف هيدروجين للألكين ويتحول إلى ألكان زي ما موجود عندنا بالمعادلة، يعني بنتحول من مركب غير مشبع إلى مركب مشبع. حكينا هاي العملية اسمها الهدرجة. شو يعني هدرجة؟ يعني إضافة هيدروجين إلى الألكين وتحويله إلى ألكان. موجود عندنا هون تعريف الهدرجة، لعلك لاحظت أنه تم الحصول على ألكان من إضافة الهيدروجين إلى الألكين، وتسمى هذه العملية بالهدرجة. إذن الهدرجة هي إضافة الـ H2 إلى الألكين وتحويله إلى ألكان. النوع الثاني من تفاعلات الإضافة هو إضافة الهالوجين. شو يعني هالوجين؟ يعني عناصر المجموعة السابعة اللي هي الهالوجينات، وهي البروم وفلور وكلور ويود. بحكي لنا من أبرز هذه التفاعلات إضافة البروم. لماذا يعني ليش البروم أهم التفاعلات فيها؟ لأنه البروم لونه أحمر، ولما نضيف البروم على الألكين رح يتحول لمركب عديم اللون. وهون أنا بستفيد من البروم إني بقدر أميز إذا المركب اللي عندي ألكين أو ألكان، زي ما موجود عندنا بهاي المعادلة. خلينا نشوفها مع بعض. في عندي بيوتين اللي هو ألكين غير مشبع، بدنا نضيف عليه عناصر أحد عناصر المجموعة السابعة اللي هي هون عندنا البروم Br2. رح يروح وين البروم؟ على الرابطة الثنائية على الكربونات، بده ينضاف على الكربونات اللي بينهم رابطة ثنائية، رح يكسر الرابطة الثنائية ورح يصير عندنا البروم على الكربونات اللي كانت عندهم الرابطة الثنائية. طبعا البروم لونه أحمر، لما نضيفه إلى الألكين رح ينتج عندنا مركب عديم اللون، ومن هون بقدر أميز إنه هذا المركب اللي كان عندي هو ألكين. طبعاً بتم هاي تفاعل إضافة الهالوجين عن طريق بيكون في عنا عامل مساعد اللي هو CCl4. إذن العامل المساعد اللي بساعدنا بهاي التفاعلات اللي هو CCl4. حكي لنا ويمكن توظيف تفاعل إضافة البروم في التمييز بين الألكانات والألكينات، وللتعرف إلى ذلك نفذ النشاط الآتي. تمييز، كيف بميز بين الألكان والألكين؟ حكينا بميز عن طريق إضافة البروم. إذا الناتج عندي أصبح مركب عديم اللون بيكون المادة اللي عندي ألكين المركب، أما إذا ما ضل لون أحمر بيكون المادة اللي عندنا ألكان. وممكن أستعمل مادة أخرى غير البروم، لأن البروم الأبخرة اللي بتطلع منها أبخرة ضارة، فممكن أستخدم مركب أكثر سلامة اللي هو برمنغنات البوتاسيوم عشان أتفادى أبخرة البروم الضارة. لهون بنكون خلصنا هيك تفاعلات الكيميائية والخصائص الفيزيائية للألكينات.
بتمنى إنكم يا عاشر تدرسوا المادة منيح، وأنا رح أرفق لكم ورقة أعمال عن نور سبيس، وأتمنى تحلوها وتبعتولي أجوبتها. يعطيكم ألف عافية.